استاذ احمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر وتحياتي لكل متابعينك في كل مكان. طيب استاذ احمد، نبدا. يعني فايلر ماذا اعد للكابتن ايمن المزين وكيف سيواجه طنطا؟ يعني خلينا نبدا بالمران وبعد كده نعلن القايمه ونعلن يعني الكواليس وفقا للمران اليوم. اتفضل يا ابو حميد. خلينا نقول يعني المران النهارده كان مران خفيف، رغم انه المران الوحيد تقريبا للمجموعه الاساسيه قبل لقاء طنطا، ولكن مستر فايلر زي ما انا قلت امبارح مش عايز يزود الاحمال الفنيه والضغوطات يعني البدنيه على اللعيبه، فكان المران خفيف، لكن كان في محاضره بالفيديو قبل المران، ويعني تم مشاهده بعض اللقطات لفريق طنطا من اجل دراسه نقاط القوه والضعف. وبايده الاهم ان مستر فايلر طالب اللعيبه بغلط يعني البطوله. الاستاذ خالد، لحظه بس، الاستاذ خالد اسلام بيقول لي بلدياتك من اسوان ما فيش مره تحييني، مساء الفل يا باشا. اتفضل ابو حميد. وبالتالي مستر فايلر يعني طالب اللعيبه بالتركيز تماما في بطوله الدوري العام، قال لهم ما ينقصوش ولا التركيز في البطوله الافريقيه وحتى ما يقال عن كاس السوبر او كل هذه الامور، قال ان الاهلي بياخد المباراه بمباراه. وكان المران خفيف يعني، وتم يعني متابعه كل اللاعبين المصابين، خصوصا ان كان في محاولات للحاق بوليد سليمان بالمباراه، لكن وليد سليمان يعني خارج المباراه طبعا للاصابه. خلينا نقول ان بعد المباراه على طول مستر فايلر اختار القايمه اللي دخلت يعني في معسكر مغلق استعدادا للقاء طنطا في السابعه ونص مساء الغد على استاد القاهره. نقول القايمة ده حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي نصفي ومصطفى شوبير، في الدفاع موجود رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود وحيد. في الوسط يتواجد عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة اللي تأكد جاهزيته وبالتالي موجود في قايمة المباراة، أحمد الشيخ وجيرالدو وكهربا، وأيضا حسين الشحات اللي تأكد جاهزيته ودخوله في المباراة. في الهجوم موجود جونيور عجاييه، مروان محسن، وليد ازارو، وصلاح محسن. عشان الناس برضه في الصوره، خلينا نتكلم عن المستبعدين، واحنا قسمناهم كده يعني بسبب الاصابه، بيزيد شريف اكرامي، حمدي فتحي، رمضان صبحي، وليد سليمان، طبعا كريم نجد، ومحمد محمود، لكن طبعا واليو بيغيب للايقاف. لكن الغيابات الفنيه خلينا نقول ان مستر فايلر مستبعد الاسماء دي لاسباب فنيه من وجهه نظره، زي ايمن اشرف وحسام عاشور وصالح جمعه وحسين السيد وعمار حمدي، وطبعا الناشئ محمد عبد المنعم اللي بيتواجد دلوقتي مع الفريق الاول. فواضح ان مستر فايلر حابب ان هو يريح ايمن اشرف بعد مشاركاته في المباريات الاخيره. حسام عاشور يبدو انه برضه خارج حسابات مستر فايلر، ولكن رغم عودته ومشاركته في المران وتاكد جاهزيته بعد شفائه من الام الحوض، ولكن مستر فايلر استبعده، وكالعاده صالح جمعه وحسين السيد من المستبعدين. يمكن يعني مستر فايلر التشكيل اللي هيخوض به اللقاء مش هيخرج عن الشناوي في حراسه المرمى، والباقي الدفاع رامي ربيعه اللي بيعجز مكانه في الفتره الاخيره، وقد يكون بجواره متولي ايضا، محمود متولي، وعلى اليمين المرادي ممكن يلعب بمحمد هاني، وعلى اليسار يتواجد علي معلول. قلبي الوسط يعني الاقرب طبعا السوليه وقفشه، امامهم يعني المراكز بقى اللي مستر فايلر بيلعب فيها، خط الوسط المهاجم فعنده يعني احمد الشيخ متاح، عنده جيرالدو، عنده كمان عجاييه في هذا المركز يعني، واعتقد ده اكتر مركز مريح شويه بالنسبه لمستر فايلر ان هو يضرب بيه ايضا مروان محسن، لان هو دي التشكيله الاقرب. في بعض اللعيبه كده يعني احمد الشيخ موجود في الصوره زي ما انا بقول، حسين الشحات عودته النهارده، كهربا موجود، والنهارده كهربا كان ليه تعليمات فنيه في المران، فربما مستر فايلر بيبدا بكهربا في بدايه اللقاء، وهو امر وارد جدا لان النهارده في كلام فني مع كهربا بشكل مثالي، وهو شارك في جزء حلو من مباراه بلاتيني من الارض، فربما نجد. طب الاستاذ مينا يوسف بيقول لك هو يرى انه مستحيل يبدا بعلي معلول. جدا، او ممكن يكون يعني بيتكلم ان محمود وحيد هو اللي يبدا، وارد جدا، لكن يعني خلينا نقول احنا وفقا للمعطيات اللي قدامنا هو علي معلول في الصوره، محمود وحيد بيخش القايمه النهارده، وارد ان هو يبدا بمحمود وحيد لراحه علي معلول يكون موجود على دكه البدلاء،
فيعني لكن انا توقعي ممكن يرجع علي معلول طالما هو موجود في القايمه، زي مثلا ايمن اشرف النهارده استبعده خالص. وانا على فكره مختلف مع مين، انا مع البدء بعلي معلول، لان ممكن تكون دي اوف في مباراه، لا يعني ذلك ان انا اطلعك بره حساباتي. الفرق الكبيره بتعترف في الدروبات في الاوقات الصعبه، وده وارد على كل حد. ولكن يا مينا، مينا يوسف بيقول لا، وجهة نظر انه ربما يكون علي معلول محتاج راحة. اذا كان من منظور الراحة انا معاك، لكن من منظور فني انا مع المشاركة. اتفق مع حضرتك تماما، بس انا لو بقى مع منظور الراحه يبقى انا كنت ممكن استبعده من القايمه خالص، موجود يعني محمود وحيد زي ما هو طلع ايمن اشرف، ولكن طبعا كلها حسابات فنيه مستر فايلر بيتحرك بيها. وانا معايا طبعا ان في حاله من الارهاق لبعض اللعيبه بعد رحله الطيران الشاقه ومقابله تيني مسترد، لكن برضه الاصابات بتحط شويه حدود وبتحط شويه عوائق كده امام مستر فايلر، يعني من اجل البدائل اللي بيقدر يحطها. لكن هو استهدوا لما كان منذ توليه المهمه ان هو بيقدر يحرك بعض اللعيبه طيب. وبيعمل روتيشن في بعض الاماكن، ده فاده كتير حتى ان بقى عنده اكتر من لاعب بيقدر يعتمد عليه. طيب ممكن تقولي تشكيل المتوقع تاني من وجهه نظرك بناء على طلب بعض الاصدقاء اللي لسه داخلين معانا في لايف؟ حاضر حاضر، خلينا نقول يعني حراسه المرمى محمد الشناوي لا خلاف عليه، في الدفاع هيكون موجود رامي ربيعه ومحمود متولي يعني كقلبي دفاع، على اليمين محمد هاني وعلى وارد طبعا احمد فتحي، لكن على اليمين محمد هاني وعلى اليسار متواجد علي معلول، في الوسط السوليه ومحمد مجدي قفشه، ربما نجد زي ما انا بقول يعني اجاييه مع كهربا واحمد الشيخ او حسين الشحات، وفي الهجوم مروان محسن، يمكن مروان محسن فايق فاعتقد هيديله، دي حقيقة ما فيش اي مشكله. دي حقيقة، متفق معاك ان هو هيلعب بمروان محسن وفايق، وما دام فايق والكره بالدياء لازم ياخد بالظبط. الله ينور عليك، وكهربا ممكن يبدا بيه. كهربا وارد يبدا جدا دي، لان برضه النهارده في المباراه ليه اهتمام يعني كافي جدا، وان لم يبدا بيه هيكون ورقه رابحه للدفع بيه يعني. وكذلك عوده حسين الشحات طبعا بتثقل تشكيله النادي الاهلي، بقى متواجد فيعني محمود وحيد برضه متواجد من اللعيبه اللي كانت مصابه في الفتره اللي فاتت، لكن طبعا الاهلي عنده اصابات اكيد ما فيش شك، لكن نتمنى شفاء جميع. سعد سمير النهارده كان مهران يعني على الهامش المران لاول مره يتواجد بعد عودته من المانيا، مستر فايلر كان ليه جلسه كده مرحه معاه واستقبله، كهربا كذلك، يعني معظم لعيبه النادي الاهلي التقت بسعد سمير اللي كان على عكاز النهارده بعد عودته من جراحه وتر اكيلس في المانيا، وتواجد على هامش المران. زي ما انا اقول المران خفيف، المران ما اقتصرش على اي يعني بعض الجمل الفنيه البسيطه، لكن اللقاء خلاص في كمان الساعه 7:30 عشان الناس تكون متخيله، الاهلي بيدخل اللقاء عنده 30 نقطه يعني من 10 انتصارات. لو سمحت بس ارد على الاستاذ احمد، الاستاذ احمد الكادي بيقول رايك في موضوع حماده صدقي، اجاوب على الاسئله بعد ما يخلص احمد السيد. فكرنا بموضوع الكابتن حماده صدقي، كان ارد على الاستاذ احمد الكادي. وفي حد بيقول لي عايزينك في ندوه في نادي الرحاب، انا حاليا خارج مصر، ممكن تتواصل معايا على صفحتي الشخصيه على الفيس، ونشوف المواعيد المناسبه اذا كان عندي ميعاد، اذا كان عندي وقت. يشرفني جدا ان احنا نحدد ميعاد مع بعض. اتفضل يا احمد، عشان نبدا الاسئله. حاضر. فريق طنطا طبعا عنده 12 مباراه من 10 نقاط، فاز مباراه وحيده، اتعادل 7 لقاءات، خسر 4 لقاءات. لحظه يا احمد، لحظه يا احمد، لا لحظه طبعا. انت بتقول عنده 12 مباراه من 10 نقاط، قصدك 10 نقاط من 12 مباراه؟ 10 نقاط من 12 مباراه. فريق طنطا عنده 10 نقاط. على فكره يا احمد، انا اللي عيان مش انت. والله انا عندي برد والله. انا مش بص، انا مش شايف والله العظيم، انا ما شايف، ولسه واخد حقنتين، ان موت وعايز انام، بس كان الرسائل اللي جات لي عشان التشكيل قلت اعمل اللايف ده. ده الف سلام ان شاء الله. الله يسلمك، بس في اسئله كتير عايزين نجاوب عليها. خلص كل اخبارك. فخلينا طنطا نقول عنده فعلا 10 نقاط من 12 مباراه، فاز في مباراه وحيده، تعادل في 7، خسر في 4، هو في المركز ال 16 اللي بيحكم اللقاء برضه يعني ده اللي اعلنه جمال الغندور، يعني بيحكم اللقاء تحكيميا الحكم الدولي محمود عاشور، يعني من الحكام اللي مميزين جدا، ومعاه طبعا تحسين السادات وايمن العقاد ومحمد فاروق حكم رابع. مباراه اعتقد دايما مباراه الاهلي وطنطا بتبقى يعني مش سهله نسبيا، لكن مستر فايلر كلامه مع اللعيبه بضروره احراز هدف مبكر علشان
يقدر يبقى عنده اريحيه يلعب المباراه بدون ضغوط عصبيه، ومن اجل برضه راحه بعض اللعيبه وفقا لظروف المباراه يعني. طيب نروح للاسئله. اتفضل. طيب نواف سيف الاول بيقول 3-0 للاهلي. مش عارف الاخ المحترم محمد بيقول لي انا رايح الجيش، ادعي لي ربنا يا رب يكرمك ويوفقك. اول حاجه احنا لازم طبعا دايما في صف الجمهور ومصلحه النادي الاهلي، زي ما احنا في مصلحه كل الانديه. كل الناس بتقول لازم تتكلم كل لايف عن ان صالح جمعه لابد ان يستمر في الاهلي ولازم ياخد فرصه، ومصلحه الاهلي بتحتم وجود صالح جمعه. اتفضل يا احمد. يعني يمكن بقى مطلب جماهيري في كل لايف الناس بتسال عن صالح جمعه، ومش بس والله يعني فعلا جماهير الاهلي عايزه ده حب طبعا اكيد. حتى لا، هي جماهير الاهلي، جماهير الاهلي عظيمه وواعيه وبتعرف مصلحه ناديها فين، وما فيش عندها حد عزيز اكتر من ناديها العظيم. يعني بص، بتحب فايلر ازاي، ولكن حاسه ان مصلحه الاهلي في وجود صالح النهارده مختلفه مع فايلر لمصلحه الاهلي وليس لمصلحه صالح، وهي دي قيمه الجماهير اللي بتفهم والجمعيات العمومية اللي بتحسن الاختيار. مش نادي تاني مغتصب ومنهوب وفلوسه ضيعة وجماهيره لا قادرة تعمل حاجة، ولا جمعيته العمومية أصلا قادرة تتنفس ولا تقول له تلت التلاتة كام. هذا هو الفرق بين العظماء، مع احترامي لكل الأفراد، بس أنا موقف الشيء بالشيء يذكر. اتفضل. أتفق مع حضرتك طبعا تماما، لا مجال للمقارنة، ولكن أنا هرجع لموضوع صالح جمعة. يمكن دايما جماهير الاهلي مقتنعه لا خلاف على صالح جمعه يعني فنيا، حتى في الفترات اللي كان صالح جمعه فيها مشاكل صح صح الامور بقت افضل، لما رجع وشارك كان ليه تاثير كبير وهدف وشارك في اكثر من مباراه وشارك في مباريات كامله 93 دقيقه، كان صالح جمعه حاجه مختلفه. يمكن الكيرف نزل شويه، ويمكن بعد تواجد مستر فايلر اصبح خارج الحسابات، ولكن خلينا نقول موقف صالح جمعه حتى هذه اللحظه معلق، هو خارج حسابات مستر فايلر نهائيا. يمكن كان في عرض من الاسماعيلي، لكن عبد الرحمن مجدي وكيل اعماله يعني بيبحث طبعا عن بعض العروض في الخليج بالتحديد وبعض الانديه في السعوديه. فانا مع حضرتك ان ادي لصالح جمعه فرصه، خصوصا كمان ان وسط الاصابات يعني كان حسين الشحات مصاب، صالح جمعه دلوقتي عفوا رمضان صبحي مصاب، وبالتالي لو خد فرصه ممكن يدي ولو حتى البعض دقائق، لكن ضغط المباريات طبعا مؤثر ومانع فايلر من مثل هذه الامور، لكن واضح وبكل اريحيه ان هو خارج حسابات مثل طيب. فايلر على الاقل في الفتره دي. طيب احنا طلعنا، ما هو الجديد في صفقه المهاجم الجديد؟ يمكن احنا وضحنا واتكلمنا في موضوع تصريحات وبيان نادي سيسكا صوفيا اللي نفى او مش نفى، عايز يقول ان علي سيوي اللاعب اللي كان بيتكلم الاهلي مع وكيل اعماله هو دلوقتي متمسكين بيه جدا ومفيش امكانيه ترحيله في الفتره الحاليه. يمكن الاهلي زي ما انا قلت حتى هذه اللحظه في حديث مع النيجيري اليكي علشان ربما يتم الامور تكون الامور الماديه تكون افضل، لان الاهلي ابتدى يرفع السقف المادي الخاص بيه. يعني يمكن الاهلي كان موقف بعض الصفقات عن 2 مليون يورو، لكن الاهلي ما بقاش عنده مشكله ان هو يزود في المبالغ علشان طبعا ضيق الوقت وعشان احتياجات الفريق الفنيه. ابتدى ويمكن ده اللي مرشح بقوه ايضا اللاعب اليو باجي السنغالي اللي انا قلت عنه في اللايف الصبح، لاعب مهم جدا عنده 22 سنه بيلعب في فريق رابط فيينا النمساوي. ف يعني هو كان بيلعب اعتقد عندهم من حوالي من الموسم ده والموسم الماضي يعني قادما من الفريق السويدي. هو لعيب مميز جدا، عنده سرعه وعنده لياقه بدنيه جدا. اليو باجي بقى من ضمن اللاعبين الداخلين بقوه جدا ان الاهلي يتفاوض معاهم بشكل. عمنا المحترم ناصر ابو بسيس العزومي، يعني يا عم فوق دماغي من غير ما تحلف طلقات، بيقول لي عليا طلق بالثلاثه، انا من عرب اسكندريه وبحب اسمعك من غير طلقات يا عم، فوق دماغي وعلى دماغي من فوق، وشرف ليا ان كل الناس تتابعني. اتفضل يا احمد، قدامك دقيقه في عشان عندي اسئله كثيره يا احمد. حاضر. وبالتالي زي ما انا بقول كده نيجيري اليكي مهاجم لوزلون السويسري موجود، ده هو اقرب التوقعات في حال بس الامور الماديه تكون افضل وافضل.
وزي ما انا بقول بنزا لسه موجود في الصوره، وان كان زي ما انا قلنا الصبح بيبعد قوي قوي، لكن حتى هذه اللحظه اللي سبوت او اللي ضاع على اليو بادجي السنغالي اللي عنده 22 سنه، ويمكن برضو انا باكد الموضوع يعني ان نويري زي ما قال وكيل اعمال وتصريحات قبل كده يعني ارلم نويري مهاجم ستيوارت بوخارست الروماني، ويمكن كنا اتكلمنا عليه من فتره يعني برضو من ضمن الترشيحات، لكن وكان في مفاوضات معاه معلوماتي منذ اكثر من 3 أو 4 أيام يعني نويري مهاجم نادي ستيوارت بوخارست الروماني، كل هذه الامور مطروحه. بص يا اخي الناس دمها خفيف، لما قلنا صوفيا لو قلنا سكسة صوفيا فبقول احمد محمد بيقول ومين سيسكا لوبيا ده اللي يطلع بيانات ضد الاهلي، فبعت لي رساله دلوقتي بيقول لي ايه انا بتاع اللوبيا والنبي ما تنساش واحده عنتر عنتر يا عنتر، حاضر 10 وحدات اصبر بس احمد يخلص. يلا يا احمد انا بتاع اللوبيا، يمكن زي ما انا بقول هيكون في يعني بعد مباراه الاهلي وطنطا مثل الامور، وان كان زي ما انا بقول هو البث المقابل المادي اللي بيحرك الاهلي شويه، لكن الجديد ان الاهلي رفع السقف المادي الخاص بالتفاوض معاه، عشان كده النيجيري يلكي برضو ما زال موجود في السوق. طيب عامة ان شاء الله باذن الله هنتابع، واعتقد ان هيبقى في تجمد شويه لحين انتهاء مباراه الاهلي وطنطا، لان عاده الاهلي لما بيدخل في تركيز المباريات لو سالت حتى اي مسؤول هيقول لك بعد المباراه، فهنتابع لما بعد المباراه وان شاء الله نلتقي في لايف ما بعد المباراه، وان كان هناك جديد نخرج في اي وقت وقتنا متاح اذا كان هناك جديد باذن الله تعالى. خبر اخير بس النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يعني استقبل في الجزيره اللي هو محمد يعني الضبلوط محافظ الوادي الجديد، يعني كان لقاء موسم ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومحافظ الوادي الجديد، وربما الحديث عن انشاء اكاديميه للنادي الاهلي في محافظه الوادي الجديد، كذلك اختبارات للناشئين تكون موجود في المحافظه، رعايه النادي الاهلي لثلاث ابطال ايضا من العاب القوى لمحافظه الوادي الجديد، كل ده ياتي يعني في دور الاهلي الريادي لخدمة الرياضة المصرية في كل محافظات مصر. شكرا جزيلا أبو حميد. شكرا.